نكمل معكم أعزائي المشاهدين الكرام مع تغطية جميلة جدا مع الفارس العالمي هنا الكباتن فريق بومة. ألف مبروك لمحمد الدخلان وإبراهيم. نشوف صراحة كانت مباراة حلوة وجميلة. هل توقعتوا أنكم تحصدون النهائي في هذه البطولة؟ الله الحمد لله احنا بدأنا متوقعين أن نأخذها، وعدت المدرب عبد الله الدوسري أن نأخذ الكاس، والحمد لله على كل حال أخذت البطولة. نعم والأخ محمد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أهدي الفوز للوالد والوالدة وأخواني اللعيبة وأخوي الكبير المدرب عبد الله الدوسري. يعني صراحة العيال ما قصروا في الملعب من التمارين اللي كنا نأديها في الملعب، يعني ما قصروا وأدوا ولا في التمرين وحقق اللي احنا نبغاه. نعم. كله الكاس. نعم قد يكون السؤال محرج، ايش رايكم في المدرب عبد الإله الدوسري؟ ما يحتاج، هذا اخونا كبير. ما يحتاج والله زي ما قال اخوي الدخلان. نعم واضح انكم منسجمين وما شاء الله صغار في السن لكن كبار في التفكير والعقول، يعني هل توقعتوا انكم تاخذونها على فريق يعني زي ما شفنا اسياد افريقيا فريق يعني كبار في السن، هل يعني استطعتم انكم تتوقعون الفوز على فريق اسياد افريقيا؟ والله شوف يعني قلت لك الكره يعني ما فيها لا صغير ولا كبير، اللي بيأدي في الملعب هو اللي بياخذ الكاس، فهمت؟ يعني هم صح انهم كبار علينا بالسن وزي كذا، بس والله العيال ما قصروا وخذنا الكاس زي ما قلت لك. يعني والله الحمد لله ادينا اللي علينا زي ما قالك الدخلان، انه ما في احد كبير في السن وفي الملعب اللي يدي احسن هو اللي ياخذ اللي يبغاه. طبعا هل يستاهل بنوران افضل لاعب في البطوله؟ ما يحتاج ابو اخوي، قبل امس في التمرين قعدت اخلع فيه بعد. يستاهل بنوران اكثر واكثر ان شاء الله. لا شايف ما شاء الله تبارك الله واضح التفاهم بينكم والانسجام حتى في خارج ارضيه الملعب. الف مبروك للاعبين فريق بومه. الله يبارك يعطيكم العافيه. نعتذر اعزائي المشاهدين الكرام على عدم استضافه احد لاعبين فريق اسياد افريقيا، طبعا ما قدرنا نوصل لاي لاعب، طبعا هزيمة اللاعبين أو الفريق، فنتمنى إن شاء الله لهم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لشبكتنا إن شاء الله التوفيق والنجاح.